المهم أزولي مرة ثومات شايف مثنخ ذي مثنخ أسنتل مزوارو أذيري ممش النيخ سليمان حليش أتصن تواريوين سوارخ سليمان حليش ربدا نتقاس النقد نفتحيث أمام أيذو ذنيخ الشعب نعريف نفتحيث أمام التاريخ بحكم أنه يكشافوس نيخ إرتما ذو حسين للمستعمر أعلوي يارد سوعرو يويذو عارفي الزيسن أي قرعيا إخفي جا ضار رئيس للنظوة أم بلوس نائب برلماني ولكن ممشن أنه في أكثر من مرة أمن تنمار النواب البرلمانيين غنير زي عارف النخ ورديش زيسن ما يقدمش حاجة يعرف فقط قدمن سمى المصالح نسن الامتيازات العائلات نسن لكن عارف وذا سجين ورا ديجن حاجث ربما وجيشا ذر وقت باش دنيني من يتجاني وذنا وتقدمن ورا ديجن حاجث يعرف من يا وجيشا ذا الموضوع النخ نهارا المهم مش نيخ ذي البداية مورينو أورينو ذا مديثاخ سليمان حليش ويتيري شاغم يورن مارا إكسنتال إعذان ذا المواضيع يخفص خاسن قا ما مش نيخ نسيو رخص الطاس نخصص الطاس المواضيع الطاس ننتقديث نقاس الإدانة ممير طامة في أحضان المستعمر أمغربي ذو ميديارس وعروة إريفيا وخاصة إقرعيا يخصي صوتا خاصة ثندينت النظوة ذو المناطق النغني خاص يدسن بحكم أنه أنت نائب برلماني خل قبيلة قلعية ونسيور كذلك سما في أكثر من مرة عن الاسترزاق الناس خوعروان للمآسي ذو الآلام إريفيين مرة منا سليمان حليش ربدا تغت كمارخ أورينو سجن مقولة ربما تفكامتيد يمكن وتتمشى ومرث تمتدهم تدنس فكا قاغاسي سليمان حليش دو قوارين ويخفاز السيورخ قطاس نتواريوين ويا وروا وثتوغيشا موجه سليمان حليش شخصيا لكن موجه مرة إنه مقاني سياسيين ريفيا يخدمن المستعمر أعلوي المجرم الغاشي المقولة إذا توغى تكمار خوارينوم رمسي ورخ حليش ومن على شاكلته يوذاني ذي سيارك سن من يعنى قاغسي حليش ديوذاني جنا من تا أحليش قاخميز زيك غي كمر وحوس أعلوي أشك ينضاغ المزبلة التاريخ ممشي ينضاين نشي زوان غالمهنة يا للعبودية للإنبطاح المستعمر أعلوي أو الزيسني وذان ديمغربيين الزيسني وذان ضعرضون الزيسني وذان سما سياسيين وأحزاب سياسية غلط ومن الزيسني كمر المهمين ضاريثن غوفراض نسور ذا حزب الاستقلال نسور ذا الفسير نسور ذا بنكيران نسور ذا مجموعة الوجوه نسور ذا الاتحاد الاشتراكي ينا إن قدم العصابة العلوية في مراحل متعددة زي التاريخ نسن السياسي لكن ومن الزيسن غيكمر العصابة العلوية ضاريثن غوفراض ننا أدعو ذخ للمرة الألف للناس يسيحوا ليش ومن على شاكلته يوذني ذي سيعوكسن مارا للناس أن العصابة العلوية لمجرد أنها الزيوم تكمر المهمة أكني وثنضع مزبلة التاريخ وأن العصابة وغاس بويم الدكار العصابة والسينومي قان إرخيا العصابة والسينومي قان المبادئ الضمير جان حاجة يقن غاد مسرشتا العصابة تسن فقط تسعدو المرحلة الحساسة تسيوض سماتي مسرايين غبار الأمان زي السنية أتنضع إوذاني تسيوض غبار الأمان في أفق أتعزو إوذان النغني نيخ أحزاب النغني نيخ سياسيين النغني أذسقو من بنفس العمل نعم من الناس إي حليش ديوذاني جانا من تاكر مخزن الزيكي كمرشين داغ المزبلة التاريخ لكن عماس وانفكا غدا سنينين إسي حليش كر مخزن شين داغ
ذي رحبس كمجرم ثانيتا مع الأسف سما وتنقشاد القراءة لكن نهارا قارسي حليش وجبو ينضارش المخزن في مزبلة التاريخ لكن ينضارش كذلك ذي رحبس التصنيف مثلا ربما وفهم من شان مقصود زقواري نوذ من عزوخة ذي نيخذ من يعزوخة السيوضخة وراء باش هذوم دنكشي جنت سواع تكمر هذوم دنسبيين تسواع تصفاغة تفهم ميواري نو ميميثي ذي نيخ لأن قيغزد إجل المقدمة والفخ دايس ديريكت ذاني تان هذوم دنعاوذ مني وقعان بالضبط باش غاوم في ريغ إجل تسواع كاملة متكاملة باش تفهمم باش تفهمنت إجن إجن إجتن إجتن من يوقعنا إثماء ذي السماء ريفيين تريفيين أن إجن القاضي التحقيق ذي القسم ما يسمى بالجرائم الأموال ذي المحكمة الاستئناف ذي فاس القاضي هو يقرر السن رابع 22 ذي سبعة يعني 9 أيام بالضبط زقامي هذه السيدف حليش تنين نواب النس والنومي قال الحسين وحليه ذي الجن قانس فارس علال هنا تغث النواب ذي البلديان النظار بمعية الرئيس جان سليمان حليش سرسباب نيخ على خلفية إجن الملف يتوسن ذي النظار ذي المناطق النغنية قانس فضائح التعمير بالنظور يعني من يقنن غربني تذرين تمواد القوار بمارة ذواذ الموضوع ذواذ السبب ذواذ الملف إزطفن سليمان حليش تنين نواب النس اندانتن عن 22 زي سبعة ذي رحبس ذي فاس وحسب المصادر سمى إذا نغدي يظن أن الجلسة ثم زواروت التحقيق سمى المفصل أذيري نهان 19 زي 8 ما نيخ سديني باللي حليش إلى غاية 19 زي 8 غادي يقيم ذي رحبس يعني المدة نشها وفي أفق ماذا زدي ذرق وحواس علوي ما خسيق الضغوطات ما أثي الصاصة 5 سنين 6 سنين نحبس أن رجع من كي ذي سغي خدم وما نيا لا يغير شيء زي الموقف النخلاء زي المستعمير لا زي الخوانا الزيسن سليمان حليش وكذلك سمى ممشقان استعرفت جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية ذي وجدة قرر ذي نوانبير ذي شهاء 11 يعذان يعني 2019 أتكس سليمان حليش ذي الرئاسة المجلس البلدي ذاني تنعزمي القوس سليمان حليش انت نائب برلماني غاس الحصانة الدبلوماسية نورمال ويتيذ شغر حبس لكن العصابة التعامل بالاستثناء رغم أنه وقت نائب برلماني رغم أنه الولاية نسعاد وثكمرشا رغم أنه غاس الحصانة الدبلوماسية رغم ذلك العصابة العلوية ما تسيحوليش سمثت جميع الأعراف جن متعامل بهذه الدقة المواقف تسيحوليش تنضاريف ذير حبس فاس والنومي قان بوركايز ذنيتا أنطرح جن التساؤل أدن الصاصي جو سقسيني كنيو إجو سقسيني كنينت ريني تفارو جنرخو ريني دغياسن دي من ديوسي إسقسان أذيرين إخدا سقسي ولكن أخذ نباث قنترثان إخدا أربع إسقسان من يعنى أسقسي يمزوارو أيثما ذي السماء هو واش توارم كنيو واش تعتقدم باللي القضاء الاحتلال أعلوي يمنع يوي حليش غير حبس سر سبب أن حليش يشات تمنيات يعني بتهم الفساد السؤال ويستنين واش نيشان هارا العصابة العلوية فقد 2020 باش تحارب الفساد أسقسي ويسترثا واش سما هذه تحول نخذي دور المغرب فجأة غيجن بلد يحطخ المفسدين يعني تغث يحطخ المفسدين هذه دور يتحاسب المفسدين طبع نشقاخ لا ما مشورة كني وذكنين تثقانت لا مشى لا وحدث
غير كافي أن ثبت باللي العصابة العلوية وسمى وتحارب شا الفساد ويذوير شا بلد ديمقراطي وراهم يحزنون ما رانا لا سوق مموها يتغي ما ديجن جواب غير مقنع سويني غنحاول نجاوب خو سقسية سم مجموعة الأدلة مجموعة سما المراجع وقعت مجموعة القصص وقعت تأكدت بالملموس أن العصابة العلوية ويجيبوا من عن حل شو ينتغر حبس لأنه ذي الفاسد ذي المفسد لا لكن من عن تغر حبس لأنه ذي تصفية حسابات ذمانا يا إخفت غنوضة نجاوب سما ذي الأمثلة يا إخفت غنصاص وكذلك نحاول من خلال جواب خيسق سنة أنفضح النفاق ذي الكيل بمكيالين إنهج العصابة العلوية خميت علق الأمر صبع ذي النوذان ويجينشا للمصلحة النس أذقي من دي الحكم لأن العصابة العلوية ذا ربدا ذي بعض الوجوه وانتحسي بشا ذي بعض الوجوه تضحى الزيسان تقيثن الكب شو في داء نخذ القارابين تسبياني ثند الشعب باللي نيشان العصابة العلوية قث الدفع سما خدولات حمل المال العام إلى آخره لكن قبل ما نوضت نصاص النماذج الحية لابد أن ينيني جموار يفسوس أن أورين ذا سما ذا الفضح للكيل بمكيالين نهج العصابة العلوية ويجيش الدفع خليش أولا لابد سجلم سبونتان شخصيا وذيو ذاني كذي سما إكذم شواخ ذي الموضوع واندفع بوخ حليش نيخو سيغد أذي ريخ ذي المحامي حليش أبدا السبب الموضوع في السوارخ باش نبيني ريفيا أنه مهما قدمتم من تضحيات وخدمات للمستعمرة على وير غيمام ذي الخوانة في نظره عماسة خومي عضا ولي مجرد الزوم يكمر أكني وين داغ مزبلة التاريخ ذو السبب نلموضوع فعزو خد السيوراخ ودي جاب ذي خذي سوار وقواذ نكمر وذلك عن طريق الخوانة وضع نصاص النماذج الحية باش نثبت باللي العصابة العلوية وتحقير لا المال العام لا الفساد ولا هم يحزنون ولكن فقط دين تصفيات حسابات واضحة ومكشوفة المثال مزوار ويخد غسي ورخ هو ذي التاريخ 20/3/2019 الغرفة الجنايات ذي الاستئنافية ذي وجدة أدانت نخف حكم خونو ميقان عبد النبي البعيوي إكجان رئيس جهة الشرق حكم خاص أسقواس رحبس بتوهم تبديد أموال عمومية يعني ضيع يعني ويوشع التمنية في إذا رقيثن تبرا الكونتروا برا حسيب ولا رقيب كذلك تهمة يصنع عجن الشهادة تتضمن ذي وقائع غير حقيقية كذلك اختلالات مغانت وحددت سما ثخون يقعن يحدد تحقيق ما يزيد عن 4 مليار سنتيم سرد مليح 4 مليار سنتيم تيناد التمنيات إيوشا ونيتوم يقان عبد النبيل بعيويك جان رئيس جهة الشرقية إكجان النضوع ورنتث انت ما حسب التقسيم الجهوي المستعمرة مغربية ورنتث غوجدة الريف عما ستسمون ربدت جناس الجندانت غثا زي جندانت غثا نجا جندانت غوجدة باش عريف ويتيريبو دي جن كتلة ثمون دي جن عريم ذيشتن واخا إذن من يقحوا ليش ويجيبونش أن حاجث قل إمين يقواني تومي قان البعيوية يخفت حكم المحكمة سوس بقواس رحبس لكن رغم ذلك التبعيث المحكمة نوجد في حالة صراح تبعث مليحة يريفيا
سيوض مستي سليمان حليش النيخ أن يوشان 4 مليار سنتيم تمنى وذ يوشاشا حليش طبيعة الحالة مش تواريخ نش والحكم خاس المحكمة سي جو سكواز سي جنا النافذة يعني خساتي يستعدو لكن رغم ذلك تبعت في حالة صراح و سما وينتغى المحكمة النقض يعني ذك النقض المحكمة سنجي الاستئناف تيري ذي المحكمة النقض الملف فني والضاوى السين حد ما نيجا ما يمي وضع الملف أسقسي السيتي مخ الخوانا نعرف يتقن كتازير مجهود نسن باش قد من الخدمات سما سمار في سما يغاصن المستعمرة علوي ذني تاتي الشغاسنا سقسية قاغاصن ما مش تمثال بعيوي رئيس الجهة حكم خاس المحكمة سوس بقاس رغم أن القضية تحتاج 20 سنة نحبس وبلوس تابع عند في حالة صراح رخو الملف الفني والضوء السين حد ما نتجاز بقى 2019 شهر 3 عام وست شهر سقوامي أقطع هذه حكم ورديش الحاجة واستوقيها أنت قلغ المثال واستنين المثال واستنين هو نيجن الشخصية نغني الطامو غرابشت قناس محمد أوزين يتوسن سجن فضيحة الملعب المركب ذي عربات يتوغي جنت محمد أوزين وزير الشباب والرياضة وكسوكاس من 2014 إجل فضيحة زمنت مع تنظيم المغرب لكأس العالم للأندية إجن تحقيق إجن لجنة فوض غشان تطورات سما خطيرة تبين باللي أربع الناس جيني الملعب اني الملعب يعني المركب ناربات وجبود واني ذا أربع يخساس الجن يعني أربع اني توغي سقوة 8 ثم قرانين ويناس ديجنا أربع مزوا ولسوء الحظ سما أوزين أذي وثونزا سما أربع اني ويسيد شيئا من ونسك شيء قيم نقجنا قيم ديجن الفضيحة يتوسن دي العالم يكمر ضح شنخ المغرب مغالي انه عرب يعني ويجي شاد واني نورمال يخسد جن اقحطان ذي هو ومن شحما يكثو نزا ام الملاعب انتوارا مثلا بارسلونا مدريد شحما يكثو نزا الصغري سما انزاني ام اني الصغري واخا تحقيقي قابل لي القيمة تمنية سما يموشان جات تمن نار بيعني شاند عربي عمزوا ما مقداره مليار وسبعمية مليون سنتيم مليار وسبعمية مليون سنتيم من يوقع رخدني في كافاتونا الإعلام تم إعفاء محمد أوزين سبدن تسمى زي الوزارة بين قوسين محاكمة سما بسبب أنه تغى العالم يكمر السوارخ النقطة يذا لكن أواني ثلاثة سكو سواني توثوين غير حبس ورشا وسجين والو فقد تم إعفاؤه بدون محاكمة ولا متابعة أواني ثلاثة سكو ساخ القضية يعني بالضبط 2017 أذي توعي واني تومي قال محمد وزيني غاية فضيحة سارقة الموصوفة إتوغى نورمالة ثوين غير حبس من دا سجين أذي جزا سما الاحتلال نخل عصابة على وجه أذي توعيين بقرفايد قديش هم واحد 2017 نائب الرئيس مجلس النواب تصور في اسم الغرابة أذي ذورد النائب الرئيس نخ رئيس مجلس النواب يعني مراوذي نيجي الرئيس انت سما انت خسيت نوبني ستتفنا مشانس من يا هذه الطوات راح نسكسي كذلك سليمان حليش ما يمي ينا رغم أنه ثبت أنه أوشان الدليل والحجة ما شوانو ينشغل حبس ما يمي والقضية يثاقة واريخي جنتو ماتيو راتيد توسن دي روقتني بمول كراتا مرات تحكار مخاص قاناس مول كراتا وين دي سياق انت صفوغنا منيجن فضيحة من العيار الثقيل انت قل سماغ الفضيحة ويسترثى باش نعذو نكمر الموضوع
من تعنى هو ما يسمى فضيحة الوزير الشوكولاتي الشوكولات والنومي قان عبد العظيم القروج يتو غيتجند الوزير المكلف بالتكوين المهني من قال ونيتو ميقان عبد العظيم القروج ثم غاث الناس في سيد ديس فطارو المهم استمازيغ في الناس توحبات ثينيث تساز مجلس قان استمازيغ تيو الدريس مني كان ستينيث ضابي واه تينيث التينيث من تقى تروح في سيلا كارت الوزارة الدولة تقى تسمى مجلس قان بيشتيل مجلس قان تصغط دومانديد 4000 دولار شوكولاتي سماو ميت تينيث واه باش تسلم النوع الدولة انو ذاني ليسي حكمان الطمغارين سنما مشقينت في سيلا كارت الدولة غي بوبريين يني تختصن الدرائب تروح انت تقد بيشتيلين ايشان شوكولاتي 4000 دولار 4 مليون شوكولاتي ما غالي انها التينيث ومليح هو التينيث خشان التياران خشان الصاروخ يريد صغد شان الدبابة خشان الصاروخ مليح الحمد لله ثاني تتينيث شوكولاتي الحمد لله عندنا 4000 دولار واخا 8-4000 دولار ني بطبيعة الحال توخت سنت باش نغزي الحساب من الدولة من داس يوقعا ويوقع راديش نحشت نوض سماغهم قارو النماذج موار نيغ أنه من خلال الأمثلة يد الساسخ وذين أمثلة نغني ونزمع عند النصاص لأنه وغاق بور وقت من يس بيان دا يثم ذي السماء أن الاعتقال سليمان حليش ويجيش لأنه ذي الفاسد ذي المفسد ونشوث تباريخ شان شقاخ نعم ذي الفاسد ذي المفسد ذي وكتازي من ذي الخائن للريف ذي الخائن يريفيني خاسي صوتم لكن اقاخ للمرة العاشرة والمئة والألف أنه حلش وطفنش لأنه ذي الفاسد لأنه معليك حلش طفنت بحكم أنه ذا شفا يريد طفن محمد أوزين يريد طفن سما القروج يشان 4000 دولار يريد طفن البقيوي جن رئيس الجهة ينوان طفن ومالية ذي الأمثلة قادين المئات الأمثلة الوزارة ذي النواب ذي البرلمانيين ذي العمال وشان الملايير نتمنيات لكن وذين يجيش المتابعة وردش الحكومة وردش المحاكمة ولا هم يحزنون إذا دانيتاي تضح بالسمى بالملموس أن العصابة تنتقم زي حليش بحكم أن حليش تغيازم جنس صراعي العميل للنظام وكذلك يكشي جنس صريحي جموع جيجن فيديو ما رات سري ما سادس تسم رخوط غاري دي فيديو ايجن تاومات سما دان الدوكر وميتو غان السوار خل الموضوع ان انتس الرأي الناس باللي سما التصريحة هو يكشحو ليش ازم راديري من بين الاسباب ازيت غتابعا ما غالي ان يصفغ دي جنس سير خدولة نورمال يريوادي تفغشا ينجن تصريح خدولة نورمال رواثي قاشا رغم أنه يورين عامين زقامي لكن العصابة وتتوشا العصابة ترت سنين 10 سنين 20 سنة نهاد غيوض دواث النشا شقضون واخا غنج أكني ونج سما إيك فيديو ني أستسلم مارا باش تسلم إلا نيشان تصريحة هو يزمار أذيري من بين الأسباب يزيد واعتقل سليمان حليش ما مش النيخ لأن ذيني ورنيخ سوى انتقاد شال اسمى المواضع السرية اللي تقذيق العاملي المخابرات قدي إستير ما رسو فوق تندغى عامة الناس يتيري ذا بخنبر أكني ونش سمى لك الفيديو يا ذغيا في ظرف يمكن دايس 40-50 سيكونت وها ذي استمينو تتسرم مليح من يقع سحس
ملي كانوا كيعيطوا علينا مع الصباح كيوجدونا على الرؤساء شاهدين من 8 الصباح كيديروا معنا اجتماعات كيقولوا لينا سيروا سكتوا الناس سيديروا يعني خص يديروا لينا الاسغاء مسبقا راه حنا كنوصلوا الرساله ديال المواطنين راه حنا ما بغيناش الناس غاتموت تخوتوا يعني بقاو ديروا الاسغاء ماشي حتى كتوقع عاد كيبقاو يصيفطوا عندنا غاجوا الرؤساء حلوا لينا المشاكل هيا خير من راه الا سمعوا الرؤساء الرؤساء كانوا معانا راه كانوا كيعقدوا معانا اجتماعات من 8 الصباح حتى ل 7 8 ديال دابا ملي سكت الحراك كتمشي تما كيدوس عليك ما كيعطيك حتى الوقت كيدير راس كيقول لك ما كنعرفهاش حاجه شكون يعني أوروا سما ديج النموس يقضع خبجيتين يكثر مخزن بلوس يكثيخ في الناس يقويدو داريفي رخون تاع المخزن سما يغضب خاس إريفيني جند نشين نغضب خاس إذن أوروا صريحوا إزمارا ديري من بين الأسباب الاعتقال نحليش ويجيبو ذي الفساد ويجيبو التخونة لأن المغرب يموني تشا أعرف مارا ويذيني جانديشا المسؤولية تشا مهم زقو مخازني غير مقدم غا خليفة غا الباشا غا الشيخ غا القايد غا العامي مهم زي 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 وين زير مقدم أر المجرم محمد على ويس كلشي ذي شفار إذا واجبو السبب انتو خونان يخذ الفساد يزيد واعتقل سليمان حليش غون قارو مورينو قاغسي سليمان حليش ومانا يقعد الدور يقعد مجموعة الخوانة نغنيو تعقر خوارة مليح بونتام تسجلت قاغسي السي حليش ريد الشك تقيم الداري فيه ريد الشك دور الدم غرابي واذ قيم الداري فيه واذ ذويرد ضم غرابي خذ قيمة جار وجع إريثيين وخاكاضين لأن ذو فذ المزبلة إمغرابيين وخاكاضين لأن كمر نزاك المهمة ندانش كغوفرة ذنيتا انتي الشاس قسين ذم قارو واش هذا رمذن ريفيين الممخزنون الخوانة نعرف يني خدمني المستعمر أمغربي واش من يوقعني سليمان حليش هذا يريديج العبرة إني ثني نيخ الخوانة ذي العبيد لا يتعلمون ورمذن وتجنوي غير مذن وذني تاورم قارو وثورة تذن قارو قاغسني ريفيين البيولوجيين الخوانة أن العصابة لمجرد الزيك تكمر أشك تنضاغ المزبلة وشن مارض واش تنطاشغ المزبلة وها ولكن أشك تنضاغ يرحبس نبوار كيز من ينضان رخو الخائن الغير المأسوف عليه والنوم قال سليمان حليش قاغس إلى مزبلة التاريخ والعبرة سما انتراجع غادي يوقع نفس من داشي يوقعني مرة الخونة يرتمن في أحضان العصابة العلوية نوض غون كارو من الموضوع قيمتك إذا نغت الفام الموضوع ويسنين